نحن كأمانة عامة لـ 14 أدار منعتذر من الشعب اللبناني أشد الاعتذار. بس فينا نعرف على شو؟ لأنه سنة 2014 كانت سنتنا، سنة 14 أدار يعني، وما قدرنا نحقق فيها ولا إنجاز، لا على صعيد المحكمة الدولية، ولا قدرنا نسقط نظام بشار الأسد، ولا حرية، ولا سيادة، ولا استقلال. لهالسبب قررنا تحلوا الأمانة العامة؟ لا لا أكيد لا. قررنا ننطر لسنة 2114، بلكي بسنة 2114 بنقدر نحقق شيء إنجاز يفرفح لكم قلوبكم وقلوب جمهور 14 أدار. شكراً.